شنو طاح؟ واه يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانسي ترى. البينك طايح. ثانكس دوت نت. جيمرز اند جيكس فين ما كنتوا اليوم نهار الجمعة 11 نوفمبر، مرحبا بكم في البينك طايح، ليميسيون اللي تلم الكوميونيتي الكل من جيمرز اي سبورت بلايرز وكونتنت كرييترز. انا خليل الغربي اي كي كراتوس باش نرافقكم كل نهار جمعه من 9 ل 11 متاع الليل على ام تي اش ميديا تالنت هوب و اي اف اي محلى غاديو. نجمو زاده تابعونا اون لايف ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا ام تي اش وغاديو اي اف اي. دونك كان جيمر ولا جوور اي سبورتس ولا حتى مغروم بالاي تي والانوفاسيون، ما عليك، كان تابعنا الساعتين الجايين على خاطر يستناو فيكم النيوز لاكتواليتي تصريحات تشالنجز وربح مع ضيوف من العيار الثقيل من تونس والعالم الكل، ومع تشكيلة مهبولة حاضرة معاكم كل جمعة هير النوريلز في البينك طايح. طاح طاح طاح. شنو اللي طاح؟ البينك طاح يا برو. ايه لانسي طرح ماله الليلة ليلتك صح. Okay, you ready? كالعادة والعادات على يساري صديقي وصديق الدرب خويا كرمة، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك سيدي خويا. وينك كيف؟ والله هنا خويا. أوكي تنكر كل مرة. والله ما نحب ستيفاني يعرفوني معنا كل كل إبيزود ما نحبش أكلي كل مرة ستيل ما. صحيح صحيح نحب نضيعهم فمضيعهم شوي. هيل هيل ياسر. دونك كرمة باش يكون حاضر معاكم كل جمعة لهنا في بلاتو البينك. مالوريزمون تغيب علينا اليوم. اوروزمون. دونك نقدموا له تحية بلاك على الغالب اليوم ما فماش موسوعة المعلومات معانا للأسف. أما اليوم معانا ضيوفنا اللي هما بالنسبة لأيانا رفقاء درب وعبيد، عشنا مع بعضنا الجولدن ايج نتاع الجيمينج في تونس من بلاير اورجنايزر وجه معروف ومألوف في الكوميونيتي. اليوم نلقاوه كستريمر شق طريق النجاح بكونتنت مزين وقدر في شوية وقت انه يخلي وراه كوميونيتي كاملة. سعيد برشا اليوم باستقبال خليل اي كي اي فريكسن، اهلا وسهلا بك. مرحبا مرحبا ربي يفضلك. شنو حوالك برو؟ حاضر هيل 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 برشا، اهلا وسهلا بك. وحدينا ضيفي الثاني هو كيف كيف واحد من الفترنز متاع الكوميونيتي التونسية، ريناه في اكثر من كاونتر سترايك تورنمنت كاورجنايزر، واليوم نعرفوه بكاسكيت جديدة اللي هي الكونتنت كرييشن على تيك توك وانستغرام برانسيبالمون. سعيد جدا انه يكون حاضر معنا اليوم خبيب جبيلي اي كي اي زريل، اهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا بك. شنو حوالك برو؟ الحمد لله. هيل هيل حاضرين حاضرين. وبلاير كنت معناها لعبت حتى في الكيب ناسيونال تاع كونتر. وي 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 باه زيد ميساج نزيدوه. اوكي مهم القدم الزر. انا اونتوك اخلطت على الحقبه نتاع الاورجانيزاسيون نتاع 2016 2015. اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك في ساعتنا الاول لليوم باش نحكيو مع ضيوفنا على عالم ستريمينغ، وبعد ما كانت التلفزة هي الاكران الوحيد اللي نتفرج عليه ونلقاو عليه ليزيميسيون الاخبار لاكتواليتي وحتى الديفيرتيسمون. اليوم هذا الكل ما عادش حكر على التلفز، اما في بلاصتهم في بلاصة البلاتفورم هذايا نلقاو دي بلاتفورم اليوم دو ستريمينغ موجودين، وباش نحاولوا نعرفوا انا هي ريالمون اليوم اللي تساعد ستريمر التونسي ولا حتى الكوميونيتي اللي تتفرج كيف كيف، باش نحكيو على الشورتس والفورمات هذايا اللي قاعده اليوم تغزو العالم نتاع السوشيال ميديا والكونتنت كرييشن، باش نحكيو على فيديو القصار هذوما ونحاولوا نحكيو على النجاح الكبير اللي قاعده تعمل فيه. ساعتنا الثانيه نبداوها كي العاده بالجيمنج تولز وندخلوا عالم الهاردوير والاي تي مع الاكسبرت رقم واحد في تونس حاتم الورغي، نرجعوا بعدها للتشالنجز مع ضيوفنا اليوم. هذا واكثر يستنى فيكم اليوم في بروجرام البينك طايح. دونك خلينا نتعداو توت سويت للجيست بروفايل. جيست بروفايل. اهلا وسهلا بكم انتم تسمعوا وتتفرجوا في البينك طايح على ام تي شويه في محلى غاديو. احنا في العاده شباب في جيست بروفايل نبدا ونعرفوا بالضيوف نتاعنا، اما نصور زوز غنيين على التعريف ولاد ديجا ليميسيون. دونك هيت نبداو ديريكتومون، وانا ديجا نحب نبدا معاك فريكسن. اول حاجه نحب نقول لك مبروك على الكولابوراسيون جديده، رينا البوست على السوشيال ميديا. دونك نلقاوك اليوم على البلاتفورم جديده يونا نتاع ستريمينغ، كان تحكي لنا شويه على الاكسبيريونس هذه كيفاش بديت وكان تنجم تعطينا اكثر ديتيلز. الاكسبيريونس اللي في اليونا ولا في الستريمينغ؟ في الميسج خلينا نحكيوا على اليونا وبعدين نراجع بيك واحده واحده للاخرين. اليونا والله
بديت انا كنت نستريمي في النيمو وصارت شويه مشاكل وكذا مناوشات دونك حبيت نبدل معناها حبيت نمشي بلاتفورم جديده نكتشف حاجه جديده معناها. واضح واضح. صاحبي عمر ملاك نقدم له تحيه ليه تحيه ليه هو اللي جاب لنا البلاتفورم هذيا معناها أوكي. هو اللي اكتشفها داكور وقلنا الاولاد معناها اللي يحب يصدم معايا مرحبا معناها انا ما كنتش من العكسي واضح 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 كونتاكتيت شكون اوكي صارت صاروا لي نيغوسياسيون صحيت هكاك قالوا لي تعمل تيست اوكي نحل لايف معناها ساعة مينيموم اوكي باش يشوفوا معناها قداش نجيب باش نعمل ستاتس وكل اوكي ومشيت هكاك معناها تعدى تيست بالبداية واليوم نجم نقولوا لي انت اوفيشلي ستريمر على البلاتفورم هذا نورمالمون اما مازلت اونكور خاطر هما بلاتفورم امريكية نورمالمون وماك تعرف معناها قاعدين يتستيم كيما نقولوا احنا في المارشي الجديد هذا نتاع المينا ولا بلاتفورم ما فيش عرب معناها هي واضح ديجا حاجة جديدة اللي هما قاعدين يزيدوا واضح واضح توانسة اسكو فما خلاف ملاك وانت ولا فما عباد اخرين توانسة كل ما مو انا وعمر ملك وكولومبي تحيه الكولومبي كان موجود معنا في حلقه في واضح واضح فما ديزلايك زاده اي ديزلايك زاده جينا فما شكون اخر شكون اخر بس ما غير ما نزيدو نسميو ولا يتغشوا الشباب ما غير دونك بدينا بشوي بشوي نعملوا في ميغراسيون على اما مازالت العبيد خايفه منها بيان سور على خاطر حاجه جديده والعبيد مازالت تست ان شاء الله ان شاء الله حاجه بيه ان شاء الله ان شاء الله باهي انت تاو فريكس نجم نقولوا اللي جربت بلوز او موان 3 بلاتفورم عرفناك من الاول بديت شويه في تويتش تعديت من بعد النيمو واليوم على يونا بالنسبه ليك انت شنو سورتو باهي مثال شخا ناخذوا ساعه من الاول نيمو وتويتش على خاطر فما الديبا هذايا موجود اليوم في الكوميونيتي وبرشا يحكيو دونك بالنسبه ليك انت اليوم كستريمر ولا حتى قبل نقولوا احنا كعبد يتفرج اكسترا شنو اللي ريالمون البروز والكونز نتاع ولا الحاجات الباهيين والخايبين في كل بلاتفورم بالنسبه ليك انت اون طون كستريمر خليني غادي en tant que streamer bay twitch عندك برشا دي كونكورون برشا 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 ستريمر زخلي واضح خاطر براتيكمون من اول لي بلاتفورم تاع ستريمينغ هذاك عليها واحسن تقارن في اون بلس حاسين ما يتقارنوش انا رجع لك انا رجع قريت النيمو الحاجه اللي على عبيد علاش مشيت للنيمو خاطر عنده عاملين نيمو تي في عرب معناها لاهين بالعرب فيزا العرب معناها صحيح هكاك حاجه خاصه قيمة للعرب معنى. ولا اوكي التويتش ما عملهاش الحاجه هذيا قبل معناها حاجه معناها معنى حتى البارتنر تو باش تاخذها في تويتش صعيبه على الاخر واضح لازمك برشا حاجات باش توصل باش توصل تنجم تاخذ شيء مالجري النيمو معناها يطلب منك حاجات عاديه على الاخر واي واحد ينجم ياخذها معناها الكونترا في واللي تحكي فيه خايب مش باهي تحكي فيه خايبة أنه أي واحد يجم يأخذ البارتنر ما هيش سهلة باش تأخذ بارتنر ريت أنت كي تأخذ بارتنر في تويتش تجم ترد تويتر متاعك فيريفي انستغرام فيريفي وتيك توك فيريفي بالفيريفيكاسيون تاع تويتش واضح انت تو انت تو انت تو انت تو زري اليوم كجيمر معناها باش ناخذ اليوم باش ناخذك بكاسكيت ما نجحتش حتى انا اي ميساج دونك اليوم نحب ناخذ رايك انت كمتفرج كانسان يكونسومي لي بلاتفورم هذوما يكونسومي لي ستريم نتاع لي جو ان جينيرال انا هي بالنسبه ليك انت البلاتفورم اللي تكونسومي واللي ريالمون تستعمل انا كنقول لك ما نحلش النيمو خاطر نحب نتفرج في الاولاد ديجا ديما تراني معناها نبعث وديجا حتى نصب فيه كريمو فلوس وقعد نبعث الولاد اوكي اوكي اما انا معناها 99% شني نقعد نعمل تويتش معناها بي سي ام تي نستعملو كان تويتش ديجا تويتش ولا نلعب كهو واضح وسي اورينتي اكثر نتصور برو تويتش على خاطر تويتش اي سبورت اكثر من اي صحيت هذاك معناها لعب صافي تحب تتفرج صعيب ابار شويه بنات اللي معروفين هذوك في تويتش سينو جينيرال برو بلايرز خاطر انا بدي نتفرج في تويتش بيان سور اي واضح انا نيمو راك كيف بتفرج في نيمو بتفرج مثلا نعرف عزيزوس فريكسن بيانات باش تمشي على الكونتنت ولا تبدا تتفرج مثلا تبدا تسمع بواحد من الاولاد عمل فاز باش تمشي تتفرج اوكي معناها ديفيرتيسمون كونتوني اكثر منه كاين كتبه في ستوري معناها بابلوس مانيش نحلو على خاطر انا مثلا نقعد نلوج ديجا كي نحل نلقاش الاولاد حالين ديريكت نسكر واضح واضح دونك نجم نقولوا فريكسن اليوم انه لي بلاتفورم اليوم كيما خلينا نقولوا نيمو ولا اليوم يونا ولا رينا قبل تروفو ان سيرتان ماما برشا عبيد استعملت البلاتفورم هذا نجم نقولوا انه فريندلي اكثر مع لي ستريمر معناها لي ستريمر يحبذوا لي بلاتفورم هذوما على خاطر ريالمون ينجم يكونفيرتي الستريم نتاعو ولا الخدمه نتاعو الريفينو قار ويبدا عارف روحه بالضبط قداش باش ياخذ بارابور لتويتش اللي وين المونيتيزاسيون نتاع ستريم اصعب برشا مي اليوم العب
العبيد تميل معناها العبيد اللي تتفرج اكسترا تميل بتاتر اكثر لتويتش. دونك لهنا فهالمقاربة هذية بينات الزوز اسكو اليوم يصح انه تقول انه ينجم انسان بار اكزامبل يعمل دو كونت ولا الحاجة هذية اور كيستيان بالنسبة لك انت معناه يستريمي في معناه يستريمي في دو بلاتفورم فرد وقت نجم ينجم ديجا الاولاد يعملوا كيكه طبعا. واضح الاولاد الكل بريسك يعملوا كيك به. وكان ميسالش انا باش ندخل معاك شويه فريكسن في كلكو ديتاي خاطر قاعدين نسمعوا توا في برشا كلام على نيمو في الكوميونيتي عبيد برشا عبيد تسال شنو صاير قاعدين نشوفوا في برشا ستريمرز اللي كانوا على نيمو اللي كانوا يستريميو كونستانتلي على نيمو قاعدين اليوم يرجعوا على تويتش ولا قاعدين نشوفوا في دوترو بلاتفورم كيف كنتي شنو المشكله شنو صار في نيمو ريلمون معناها ملي كانت البلاتفورم نقولوا احنا المحبذه نتاع ستريمز الكل اليوم فما برشا عبيد قاعده تهرب من البلاتفورم هذه. والله بلاتفورم نيمو باهي راهي هي يعني عطاتنا من عندها برشا اوكي اما لكل نهايه لكل بدايه نهايه كما يقولوا وجاء وقتها نيمو طاحت شويه كما قال العوق لكل نهايه نهايه حسيلو بدلوا الاداره المدير الجديد المومون تاع نيمو استعمل استراتيجيه جديده اوكي اللي هي لي كونترا الكل تبدلوا تاع ستريمز الكل واضح. وليت بالدونيشن معناها على قد ما تجيك دونيشن على قد ما تخلص معناها ما عادش كيما قبل بالواتشاور قبل بالواتشاور معناها بالفيو تخلص عليه اي على قد ما عبيت تتفرج توا اللي تجيبه انت من الكوميونيتي نتاعك هذاك هو الوحيد اللي تاخذه هذاك هو اكزاكتومون واضح معناها ريلمون ما عادش فما لافونتاج اللي كان توفروا نيمو قبل اي. وهنا بتيتر تولي انت تستريمي على تويتش وغادي بتيتر يجيوك دونيشنز اكثر غادي عندك اكثر عبيد وكاليتي خير وكوميونيتي خير سبسكرايبز نتصور لي كوميونيتي خير مثلا انت تو تراه حتى في نيمو كوميونيتي ما نعرفش يمكن خاطر الاولاد جابوهم هما مش فاهم اما راهي كوميونيتي ما تتقربش برجوليا توكسيك ياسر حاجه خايبه برشا راهي ماهيش باهيه الحكايه هذه اوكي واضح دونك حتى تشارت اكسترا ماهوش كيما في تويتش رانا كاين مثلا عارفش انا نحكي على مثلا قبل كاين ويش اللي فيش هذوكم الكل رانا كي نبداو في الشات تلقانا 170 مثلا ولا 150 170 تعرف يعرفوا بعض هي انت تلقانا اصحاب نعرفوا بعضنا في الدنيا ديجا فما 100 ريكشن ديسكورد فهمت معناها هذيك كيفاش جات الكوميونيتي هذيا نتاع نيمو ما نعرفش الويف اللي جات كيفاش اما تراش مش نورمال ساعات راك ترا دي بوست في فيسبوك ولا بيزار معناها اي ما هوش ريال ما الكوميونيتي اللي ريتهم الكوميونيتي نتاع الفيسبوك كان الرجال كبار الكوميونيتي نتاع نيمو ولاد صغار اما كبار كما هما نفس نفس العقليه نتاع الرجال الكبار واضح ميشونسيتي غراتويت بالرسمي باهي. انت قلت زريل انه حاولت تعمل التجربه نتاع لايف ستريمينغ مي ان سيرتان مومون ما مشيتش اسكو اليوم تخمم انه بوتيتر سورتو خلينا نقولوا بالكونتوني الجديد اللي قاعد تقدم فيه بزريل اللي بوتيتر معناها اليوم ككونتنت كرييتر اسكو ما تحسش انه الحاجه ذي الخدمه الكبيره اللي قاعد تخدم فيها اليوم على السوشيال ميديا ما تنجمش تعاونك انك بتيتر تعاود تبدا كارير نتاع لايف ستريمينغ ولا تبوستيك او مو على قبل شو ستريمينغ انا خاطر راني معناها قلت لك تويتش اكثر مني معناها حتى كي نلعب لعبت كي تفرج فيا كيفاش قاعد نلعب مش على خاطر عندي كونتر معناها تقني نلعب يوفا تروح نسكر وكهو معناها ما لا تقني لا نحكي مع تشات لا واضح لا حتى شيء معناها تقني جوست نلعب في تويتش ولا نيمو تقني نلعب 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 يوفا تروح نسكر انا كيك العقليه ذيك قاعده معناها ما تنجمش تبدل بتحكي على الكوميونيتي والواحد حل لايف ساعات سور تيك توك معناها حتى تيك توك راهو قتاو برشا برشا عباد ملي كانوا في النيمو فما شكون سبيشالي تيك توك اي يتكونسوما برشا قاعد تيك توك قاعد يتكونسوما برشا نحل فيه راهو عندي افرج فيوز ما نسميهش ستريم انا هذيك على خاطر علاش كي نحل نقعد نحكي مع الشات نتاعي هو صحيح ستريم هو لايف ستريمينغ جاست شاتينغ اي اما جاست شاتينغ نقعد نحكي مثلا تلقى الافرج فيوز ما بين 500 600 اللي هما راهو نمرو كبير برشا معناها بالابور الستريم صح صح ساعات نحل راني نلعب زاد كي نحل نلعب يتيحوا ل 140 150 اوكي اوكي فهمت امام نجم نقولوا انه بتيتر الكوميونيتي جديده نتاعك اللي تخلقت ورا الكونتوني اللي تخدم فيه اليوم على تيك توك وانستغرام ماهيش ريالمون الجيمنج كوميونيتي جمله بعيده جمله بعيده جمله 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 زاد على الكوميونيتي هذيك بورتون هاو تيك اما ماهيش هي جمله والله على فكره احكي على تيك انا ننصح الناس الكل تدخل البروفيل تاعه في التيك توك خاطر بصراحه يعطي ديزاستيوس تاع تيك ياسر طياره ياسر صح صح ممتازين وديجا توا باش نتعدى ونحكيو شويه على الكونتوني هذا اليوم ديجا مستريمز ولا الستريمرز
برشا كونتوني قاعدين نشوف فيه يخرج من اللايف ستريم هذوما ولا الكونتنت كرييشن كيما تعمل فيها انت زاري اليوم كديزاستوس اكسترا. اكثر فورما اليوم قاعده طاغي على السوشيال ميديا وطاغي على مواقع التواصل الاجتماعي هي الشورتس ولا كلي فيديو القصار اللي جينيرالمون التام نتاعهم يمشي من 10 سكوندات حتى دقيقه ماكس. وقاعدين نشوفوا فيه نجاح ساحق معناها للفورما هذايا بارابور لاي كونتوني اخر. راهو ريت كيما صار النوكيا قبل في 2009 2010 راهي غلطت يوتيوب ماهيش غلطت مش 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 خاطر شورت نجح لا غلطت يوتيوب. اوكي كيف زيد احكي يوتيوب عمل شي قسم من انت الكوميونيتي رد يوتيوب ميوزك وحدها ويوتيوب كانتن وحدها. قبل كانوا اللي كانتن معناها الكرييتر الكل كانوا ايش يعمل والله خاطر انا خاطر اني عشت معهم بالقدي يهبط مثلا يجي يقول لك لا اليوم شي هبط اغنيه نهبط معها هنا فيديو خاطر باش تطلع في الريكومنداسيون على جنب تو ماشي يطلعك في الريكومنداسيون على جنب. يوتيوب قسمها كونتنت كرييشن وحده ديجا تشوف طوندونس نتاعنا كلها دبي صحيت صحيت طوندونس نتاعنا كلها دبي معطيني يعطيني واحد في اليوتيوب قاعد حتى حد صحيح جاي اليوتيوب قسمها حتى كونتنت كرييشن وحدها حتى الميوزيك وحدها هكا واش قاعد في اليوتيوب كان موزيك وحتى التيك توك ولا يفوق في الموزيكا تاو عباد قاعد تبروموتي في كليبات او في كل قاعد بشورت بالفورمات نتاع تيك توك اخرى تحاولت الدنيا الكل عصر السرعه انت كل شيء ولا بالزربه كل شيء وليت بالزربه. انا نتحدى اي عابد مثلا في اي عابد قاعد يسمع فينا مكتبش هاو تو دو كذا حاجه في اليوتيوب قبل مستحيل قبل كان اليوتيوب حاجه باش تتعلم بها وكل انا نجح 4 سنين من اليوتيوب برو لايف هاكس الهنود تحيه للكوميونيتي الهنديه والله والله بالله ما احليكم ولا راكم نجحتوني منعتوني في الكونتر عامني قلت لك شنو هي توليت العابد يحب المعلومه فيسع فيسع ماش استنى انا مثلا من اول العباد اللي ولا في بيك تولي اللي ترافيهم الكل معروفين عندهم ديز انستغرام ولا تيك توك معروفين بديو في اليوتيوب انا اللي بدي ديريكت فورما شورت ما عنديش انا معناها حاجه اخرى ما عملت قبلها وي حاجه اي فورما شورت ديريكت اوكي واضح 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 وانا اللي قلت لك الاسباب هي اكثر منها اليوتيوب عنده دور كبير باش خلى الكونتوني هذاك يطلع خاطر اليوتيوب راه كان مدوميني 100% راه بطريقه رهيبه. لا لا اليوتيوب خمم في الكونسوماتور ما خممش في الكوميونيتي ما خممش في تكنيك كوميونيتي كرياتور دو كونتوني اي اكزاكتومون تو مثلا راه مثلا نقدموا له تحيه سي ناصر ماني عنده شين فيها مليون واش ساعات يهبط فيها حاجه راهي تعمل 20,000 30,000 وش يعمل لك يوتيوب زيد عنده حاجه اخرى يباني شي كريتي بلاست انت تقعد برشا ما تهبطش يعاونك باش تولي ترجع تهبط يباني شي من با ما تطلعك ماشي طالع على نوتيفيكاسيون يطيح لك تهبط انت كي تهبط بوبليكاسيون مش سوبوزي انت واحد عملك ابوني نورمالمون جي جي نوتيفيكاسيون اللي هبطت فيديو جديده يعاقبك كي تقعد اكثر من شهر ما تهبطش يولي عاق كل مره يقعد ينقص لك بورسنتاج اللي بعد اللي بعثلهم نوتيفيكاسيون. معناها نجم نقولوا انه يوتيوب اليوم ولا حاجه ستريكت لانه لين ولا الكونتنت نتاعو هذاك ما عادش يخدم ما دام يخلصك لازم يكون ستريكت كيما تويتش ما دام يخلص فيك على فيوز معناها هو باش يخلصك على كونتينو لازم يكون معك ستريكت باش يحاسبك من بعد خاطر انت باش يطلعك ريكومنداسيون بعد يخلصك مش هو يطلعك يبروموتيك وبعد يقول له تقول له خلصني. خدم بها من الاول نجح بها اليوتيوب معناها من بريسك من 2010 2011 حتى كشي البريسك 2017 2018 ومن بعدها بدا قاعد يوخر يوخر ونراه معناها فما عطيني كرياتور كونتينو جديد على اليوتيوب تونسي معنا في العامين هذي يعطيني كرياتور كونتوني خرج جديد كاد خلق جديد ليه صعيب معنا اليوم الجديد الكل نلقاه على تيك توك انستغرام وعليش بروموتيك تهبط فيديو انت يعاملك هو بيدو ليه ليه تستحق اما شنية فما حاجة خائبة راي قبل كنت ترى فيديوهات متاع حاجة خائبة على الاخر في يوتيوب تضرب امبوسيبل بنا يلزون بنا لزيل الكونتوني قبل امبوسيبل تلقى كونتوني سور يوتيوب قلت قبل امبوسيبل تلقى كونتينيو سير يوتيوب فيه مشكله معناها ولا حاجه معناها خايبه تولي في تيك توك تلقى سور انستغرام تلقى ينجم يكون حتى فيديو ما عنده حتى معنى متاع 10 سكوندات تعمل حاجه تكسر الدنيا وي صحيح بيه خلينا نحكيوا لهنا خاطر برشا عبيد يمكن اليوم يشوفوا الفيديو نتاعك زريره ما يعرفوش الخدمه نتاعهم وراهم وبرشا عبيد معناها تحكي هكا تولي تخلط معناها يقول لك هذا فيديو نتاع 15 سكوندة ولا 20 سكوندة ما في حتى شيء حطوا ضرب له وعملوا 800,000 و900,000 اليوم ما انا ماذا بي انت تحكي لي تكنيك ما في بالك سامحني قصت عليك كمل بيان سور انا جوست السؤال نكمله لكم بعد بيان سور انشيني دونك نحب نعرف تكنيك ما فيديو بار اكزامبل نقولوا احنا نتاع 30 سكوند قداش تاخذلك جهد نتاع خدمه ولا قداش يحب لها تحضير اكسترا شو الحقيقه قبل كنت تاخذ مني برشا وقت وكي تستانس تولي راهو بريسك وان شوت معناها 30 سكوند تاخذ منك اون مينوت معناها اوكي اي سي اما راهي ماهيش مشكله دقيقه ولا مش دقيقه اصعب حاجه انك توصل المعلومه في اقل وقت
وي صحيح. معناها انا لازمني نوصل لك المعلومه اللي انت ما تفهمش، خاطر راه مش الناس الكل تعرف بيان سور، مش الناس الكل باش تحكي له على ساعات. راه واحد يجي يقول لك امان بالله راني ما فهمتش كلمه مثلا اوبتيميزي مثلا ولا اوبتمايزد ولا كلمه صغيره، علاش؟ خاطر هو كيك عادي يتبع فيك هو ومحليه ويجيك ويبعث لك ميساج بريفي يقول لك سامحني بالكلمه هذه اللي قلتها باللونجلي ولا حاجه راني فهمها لي وي، ولا قاعد نحاول ديما نبسط لو ماكسيموم. اما راه عندك دقيق وي. فهمت؟ ما تنجمش تحط فيها كونتوني كبير ياسر، ما تنجمش تحط كل شيء. تجي مثلا تحكي على معناها برودوي وتحكي عليه في دقيقه، صحيح سيرك باش تحكي عليه رؤوس اقلام نقولوا احنا معناها. وهذيك هي العباد معش كونسومي يوتيوب، معش انت مازلت تتفرج في ريفيو نتاع بي سي تقعد تفرج 20 مينوت. مستحيل مستحيل مستحيل. بالعكس تلقى روحك كلمة حتى كنت تحلها الفيديو نتاع 20 دقيقة تلقى روحك بدك تزابي زابي ليه ولاو يعملوا كال البار نتاع موست امبورتنت شوت، تلقى روحك تنقز لها من الكعبة بالكعبة بالكعبة. وي 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 صح صح صح. فريكسن انا عندي سؤال اليوم، انت تحس انه بيان سور تو مثلا فما بارشا دي كونتنت كرييتور كلكو سوا عرب والا حتى دي ستريمر ما نعرفش راهو كيما سكريم كل تحاولوا كل راهو للفورما شورت معناها. وفما برشا كانوا كونتره برشا بداوا من الاول كانوا كونتره، كانوا الناس كل كونتره سورتو اليوتيوبر الكبار العرب تو الكل الناس الكل موجودين. اي بيان سور، خاطر نحسوا حتى كي نحكيو امور شي اكزاكتومون اكزاكتومون هذا هو. وتجيب لك ريتش تو مثلا سامحني ساعات برشا عباد يقول لك تيك توك تيك توك، انا مثلا بديت على تيك توك صحيح، وساعات قداش من مره يجيك واحد يبدا يقول لك تيك توك، علاش مش عباد يختار في تيك توك؟ هو بيدو الريتش اللي يتفرج فيك سور انستغرام، عملت 100,000 سور انستغرام ولا 100,000 سور تيك توك، هذاك عابد اكثر على تيك توك. هذا عابد وهذا عابد. وي 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 لا ان توكا نحس انه ديما حاجه اول ما تبدا يكون فاق عليها كال من الاول كلمه كيما اول ما طلع انستغرام، انا نتفكر وقتها انستغرامر وانستغراموز وكانت على اساس سب، توا كيما تيك توكر وكل نتصور انه بالوقت باش تتعرف اكثر. حتى يصير فيسبوك واضح، معناها اي حاجه تابعه الكونتنت كرييتر الكونتنت كرييشن تاع قليل 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 بورتونا يضربوا مش نورمال. عندي برسك 100,000 راهو في فيسبوك. وعلاش وعلاش لازم نشوف قداش توكسيك الكوميونيتي نتاع. فهمتك. صاروا لي مشاكل مع الكوميونيتي تاع فيسبوك، راهو ساعات ميشونسيتي غراتويت اكيك تلقاه رجل كبير متصور مع نخله ويسب فيك علاش؟ ولا نقول له برحمه امك علاش؟ ولا ساعات نساله نقول له علاش؟ ممكن ما نعرفش كيما قلت انت، معناها ميشونسيتي غراتويت فما توكسيسيتي زايده. فما برشا عباد يراك انت وصلت هو فما عقدة. مش عقده ولا لا عقده، هو قرا وبعد قدم دوسيات في وسط شركه وتقبل بالسيف ويخرج 7 متاع الصباح ويراك انت عامل فيديو ضاربه عامله مليون سير باش يسبك. مالوريزمون مش مالوريزمون، هذيك هي راه حط روحك في بلاصتو ما نسبش عليه. ليه ما هو صحيح ما نجمش نبرر له انه سب ما خير حتى سبب مش تبرير هي اما فهمت شنو نقصد. اي واضح معناها يراه في روحه هو انت ما تعديتش بك اللي زيت اللي تاب هذوكم نورمالمون تقرا على شمعه و... اي تمشي 4 كيلومتر مش 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 لك الدرجه اما بالرسمي رئيس ولا صعيبه تونس مش نورمال ولا لا مع عبيد مع عبيد كما قلنا كنا نحكيو قبيليك في الاوف راهو يخلص 800,000 و900,000 يخدم 12 ساعه يسمع هو انستغرامور عمل كولابوراسيون بزملين ولا بثلاثه وي خذيت عليه ستوري ولا زوز خذيت عليه ستوري راه ولا زوز سير راه باش يولي يكرك معناها تحب ولا تكره. هو قرا مسكين وضحى وجاب في الباك 14 وبوه بيع يجم يكون بيع شطر الدار ولا شطر باش يكمل هو قرا بالرسمي راه والله واضح واضح واضح. المشكله هذه من تونس اكثر منها من العبيد راهي زاده برجولي واضح 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 دليل به. انا باش نرجع معاك شويه فريكسن اون فيت نكملوا في موضوع هذايا الكونتنت كرييشن. اليوم نجم نقولوا انه اي ستريمر ياخو اوتوماتيكمون الكاسكيت نتاع انفلونسر، معناها ونصور انه الخدمه نتاع الكونتوني هذايا نتاع الشورتس وكل مهمه ياسر انها تباكي نقولوا احنا ستريم نتاعك باش من بعد يخرج منه كونتوني. اسكو تحس انه اليوم ريالمون فما اوبليغاسيون كما قال قبيله زريل انه اليوم الكونتنت كرييتر لازم يخدم الحاجات هذوما اليوم زاد؟ اسكو سي لوكا الستريمر انه هو يخرج كونتوني من ستريم نتاعو ويخدم الشورتس هذوما ويخدم عليها على الكوميونيتي كسوسوا على انستغرام ولا على تيك توك؟ بتبيعها بتبيعها خاطر هو ديجا في ستريم انت بار اكزومبل في ستريم 3 4 سوايع فك 3 4 سوايع هذوكم يصيروا لقطات يصيروا فاني مومنتس مثلا هايلايتس نقولوا هايلايتس صحيح. ديجا هو في ستريم تلقى كليب ديجا معناها تنجم تكليب يعني تنجم تعمل كليب واضح ومن بعد تنجم تقصها فهمت كيما تقول. اي الحكايه ذي بالرسمي زاد حتى من الاولاد برشا مشاو للتيك توك معناها ولاو اختا ستريم يعمل فيديو في التيك توك معناها كيما قلت انت يجيب لك كوميونيتي
يحط الكاميرا نتاعو اوكي وتحت الفيديو صغيره وي. العبيد تتفرج صح. خاطر تعاون وان بلوس معناها ساعات تجي ضحكه ساعات تجي فازه لقطه مزيانه وي. دونك بالرسمي تعاون على الاخر الحكايه ذي معناها وتيك توك قاعد تو طالع بالعكس تو طايح طلع ليش فما حاجه برشا عباد ما تعرفهاش تو برا يمشي يعمل ريسيرش في جوجل ولا ينزل اسمها فايس عندها سيرتيفيكاسيون على الحكايه كي تعمل ريسيرش تو في جوجل يطلع لك تيك توك قبل ما كانش لا تعمل ريسيرش في جوجل مثلا تكتب مثلا انت الفيديو نتاعك مثلا هاو تو كولر فازا تكتب في اليوتيوب في جوجل بالي خرج لك في الفيديوز تخرج لك يوتيوب ديلي موشن تو مثلا ها تو مثلا نعملوا حتى تو ها في صافي تجي لهنا تكتب ما نعرفش باش نكتب اسمي انا مثلا تو يطلع لك تيك توك وفيديوهاتي اللي هي جديده شنو هي الجوجل شنو هي الجوجل تيك توك حاجه الجوجل شنو يعمل يفرض على الشركه انها ما عادش تبوستي شوليت وليت تو فيديو سير تيك توك تاش تضرب لك بعد شهر ولا تقعد جمعه كامله راك قبل تيك توك انا خلطت عليه عامني والبركه راني مانيش قديم انا عندي عام ونهارين تو هو انتو كان تيك توك بيدو ماهوش قديم ياسر اي نحكي لك انا تو عندي عام ونهارين بالضبط ملي بديت قبل راك تهبط كل عام وتيك توكك حي بخير عايش كي تهبط قبل سير تيك توك راهي فيديو تاع 600,000 في النهار واذا ما عملتكش 600,000 في النهار ما عادش تضرب تو تعمل لك اليوم 10,000 غدوه 40,000 بعد غدوه 60,000 كيما في اليوتيوب قبل واضح واضح ما عادش ماهوش نفس الالجوريتم الجمله نتاع اليوتيوب التيك توك اللي الناس الكل في بالها بيه تيك توك كي راهو هبط فيديو راهي يصير باش تضرب رجع كيما لي بلاتفورم بريسك الكل معناها كان كونتوني نتاعك باهي راه باش يقعد يمشي بشوي 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 ويطلع بالقديم ويطلع كان عادي راهو باش واضح واضح باهي انت زليل اليوم خلي نحكيو شويه سورتو للعبيد اللي هكا اليوم مغرومه وتحب تخدم على تيك توك وعنده كونتوني اكسترا شنو التيبس ولا النصائح اللي نجمو نعطيهم للعبيد هذوما باش ريال ما خلينا نقولوا انه الفيديو ولا الكونتوني نتاعو يكون باهي على فوا مي او ميم طون ينجم يعمل ريتش كبير وينجم يوصل لاكثر نمبر ممكن تعبي شو انا باش نقول حاجتين اما الاولى هذه اهم حاجه دونك انت راضي عليها الخدمه راهي تصير باش تضرب مادام انت كي تفرجت فيها قبل ما تهبطها تعاود تتفرج فيها انت تقول لا يا محلاها هذيك هبطها واحد اخر راني انا باش راني عملت لها لايك اي راهي تصير باش تضرب واضح معناها انت راضي على خدمتك مش اليوم غدوه مش غدوه بعد غدوه راهي باش تضرب وفما جوست اسيوس صغيره لازمك تفهمها هو العبيد الكول سورتو في الشورت رامط اللي 3 سكوند ولانين اهم حاجه في الفيديو صحيح. راهو اذا فما حاجه البرشا عبيد ما تعرفيش في الفورما شورت كلكو سوا ريلز فيسبوك ولا ريلز انستغرام ولا تيك توك راهو اذا زابيك عملك هاك راك مشيت اوكي ريت اذا ساعات نحنا تو كنحلنا تيك توك تو نعمل هكا ضربه ريتهم كلي زابيتهم الكل مشي وخاطر واش يعمل هو مثلا يبعث نقولوا ل 100 عابد هكا ال 100 عابد قدش باش يعملوا لك انجيجمنت كان مثلا 50 زابيوك و50 تفرجوا فيك يزيد عادي كان 70 زابيوك و30 وواحد شيء اقل واضح فهمت هو هذيك هذيك هي الفورما ريلز الكل كل سوا فيسبوك تيك توك انستغرام ثلاثه يخدموا بنفس الواحد واذا الانجيجمنت نتاعك علاش يقول لك ساعات هبط في وقت باهي وي هذا ديجا شنو يا حبيبي هاشتاج ليه ليه هاشتاج ليه ولا ليه بالعكس خاطر بالعكس يولي يعرف الفيديو نتاعك انت تحكم عليه بالهاشتاج يولي ما عادش يدور الفيديو نتاعك لشكون انت تقول له مثلا الفيديو نتاعك ميوزك ياش يكون الفيديو نتاعك ماهوش ميوزك مثلا انت ميوزيسيان اما الفيديو نتاعك ماهيش ميوزك فهمت واضح واضح تو هو وحده يتصرف خير معناها انت تنصح انه اقل هاشتاج ممكنين في التيك توك خاطر انت بتبيع لك باش تشتري في هاشتاج كبيره باش تلقى روحك بالعكس باش يحسبك هو انت الهاشتاج هذيك عامله 6 ملايين وانت الفيديو نتاعك عامله 10 ملايين خاطر ما هيش الحاجه اللي كنت تعمل على مثلا على انستغرام بالعكس اللي وليوا الهاشتاجز هما من اهم الحاجات قلت كمان لي تو فورماريز ما عادش كيكه جمله وشكون باش نقول نسيت حكينا على 3 سكوند حكينا على الوقت اللي تهبط فيه الفيديو الوقت اللي تهبط فيه خاطر الانجيجمنت اللي باش يصير لك المره الاولى هذيك باش يطلع لك في الاكسبلور الاكسبلور هو كي تمشي للريسيرش الفيديو تطلع لك على الفيديو اللي يطلعوا لك بار ديفو معناها اللي تي باش تفرج فيهم ديما واضح هذيك تسمى طلعت في الاكسبلور اوكي كي تطلع في الاكسبلور باش ريت اول ما تهبط الفيديو نتاعك ضربت والا لا عندي مثلا تو فيديو قاعده تدور انا تو هي اللي تجيب لي في الفولور هبطت عندها شهر ولا شهرين تالي تو في البارح واليوم عملت مليون بالبارح واليوم عامله مليون وحده علاش تلقاها ثلاثة أربعة تفرجوا فيها عملوا شير وعملوا شوية كومنتات لايك وكذا شي بدا يطلع فيها وعاود رجع الاكسبلور مرة أخرى واضح معناها يا ريت ورد بالك تفسخ فيديو أهم نشحت حاجة ما نشحت توك أوكي. رد بالك تفسخ فيديو واضح هبط تفسخ فيديو تعاود تهبط مشيت
مشيت ما يدور هالك الجملة امبوسيبل. واضح صارت لي برشا مرات الحكاية هذي. واضح واضح واضح. هكا دونك للعبيد اللي تسمع وتحب تبدأ تيك توك هكا شوية نصايح وتوا بيان سور زاري التيبس وتوا نحب ناخو فريكسن تيبس انا توا وكيف كيف معنا كيما حكينا على العبيد اللي تحب تدخل تيك توك اكثر منهم خلينا نقولوا سورتو اليوم الجيمينج كوميونيتي برشا عبيد فريكسن اليوم تحب تبدا الكارير نتاع ستريم سورتو انهم قاعدين يشوفوا اليوم في برشا ستريمرز يحب يولي كيف ويحب يولي ستريم يحب يولي يعمل شنو تنجم تنصحهم اليوم شنو تنجم تقول لهم هكا كتيبس كبار من الاول باش ينجم يبدا والله تيبس 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 عندك مثلا زاريل الحاجه اللي يعمل فيها حسا ما تكلاش بار اكزومبل ستريم ستريمينغ لازمو اول حاجه بي سي بي وانت تعرف كونيكسيون كونيكسيون هذيك زاده في السور لا باز هذيك هذيك الباز دونك هذوما الزوز انت ديجا باش توفرهم ديجا انفستيسمون صحيح الباقي الكل ساهل يجي الباقي الكل يجي بطبيعته واضح تبدا تعمل في باس صغيره من الاول تلعب معناها الحاجه هذيك اللي انت تحبها وباهي فيها اوكي انك ترى روحك معناها تنجم تقدم فيها حاجه باهيه واضح وتواصل من غاديك تبدا تبدا بشوي بشوي سينو عندك انت والبلاتفورم قبيله نحكيو على البلاتفورم مثلا النيمو النيمو مثلا ما فيهوش فالو ما فيهوش فالورنت واضح فيه قليل طوى وين ولاو يلعبوا شويه يلعبوا ذكر زليل وقت وقتها فما مثلا جي تي اس 5 ضاربه ار بي رول بلاي وي وي التشات فري فاير على الحكايه ذيك زليل خاطر ريت في جي تي ار رول بلاي فما كيما نقولوا نعيشوا في الحياه الواقعيه الحياه الواقعيه كيفاش فما حوم فما جانجز ولا جانجز عصابات عصابات في وسط اللعبة دونك شنية تشات يولي مثلا ياخو شيرة عصابة ستريمر اكس يلعب في العصابة ذيك وستريمر يجريك يلعب في العصابة الاخرى دونك تتلم كومينوتي تولي عارك يتعاركوا هما في اللعبة يولي وتشاتات يتعاركوا فهمت شنية زريد هذيك عليه دونك بتتر نوع اللعبة هو ولا ذيك ذيك عليه سينو فما الفري فاير زادة في النيمو صحيح اللي هي في التويتش فما فري فاير زادة نصور لي ما هي ايش برشا دونك هذيك اش قلت لك انا معني انت لازمك تشوف روحك شنيا الجيم اللي تحبها منها غادي كتنجم تختار البلاتفورم صحيح ولا هذاك اش نقص واضح 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 زريل نكمل معاك قبل لي كما تكلفش معناها هو يحكي على البي سي مثلا كاميرا 12 مليون راهي نحكي على بالباز زريل معناها الباز نجم حتى بالتليفون تعمل باش التليفون باش توصل لازم تكون كاليتي باش توصل لازم تكون كاليتي باهيه اوبليغاسيون راهي صحيح صحيح باش توصل لازم كاليتي باهيه كاليتي باهيه راهي تليفون غالي اللي هو اغلى من البي سي معناها ليه كيف كيف خلينا نقول ما تعركوش ليش ليه ليه مش حكيت اما ليه مش حب نوصلها بالعكس ايه. لازم توصل بيان سور اي يمشي في بالو ديما باللي جي نجم نبدا ونجم نعمل ليه ليه ما فماش باللي جي تنجم تبدا صح فما انفستيسمون ريت انا باش نحكيك فازا مثلا جوست طويله شويه هي مثالش اوكي اول ما مشيت انا كيفاش بديت الكارير هذيا مشيت خدمت في راديو راديو كونكورون مش لهنا بعد بطلت قلت باش نمشي نقد فيديوهات وحدي على اليوتيوب نقدر حي نعرف المنتج نعرف نصور مشيت قريت سينما انا قريت عامين سينما باش نجم المنتج واضح من غاديك تخلقت كارير كامل من بعد وليت نصور كليبات من بعد الكليبات كي جات كورونا نلقى روحي ما عادش فما لا كليبات لا فما سينما لا حتى شيء دخلت في الكونتينيو نتاعك قلت نرجع نصور الكونتينيو نتاعي خاطر كنت على باز وقتها في الراديو نخدم كرونيكورايتك كي جبد على الكورونا انا بديت ستريم في الكورونا هو ان توكا الكورونا كل ما هو ديجيتال فرصة ونقمن الكورونا حاجتين تيك توك راه وقتها بالرسمي راهو اما انا بديت روتار روتار برشا تسمى اما ان توكا خلط والكونتينيو اليوم الارقام اللي تحكي عليهم ديجا يحكيوا على رواحهم يعطيكم الصحه شباب دونك كنت هذه جيست بروفايل حاولنا نحكيوا برشا على على عالم اللايف ستريمينغ والكونتنت كرييشن نجموا تبعثوا لنا مساجاتكم على لي باج نتاعنا كان عندكم اي سؤال اخر لضيوفنا ولا نجموا احنا نجاوبوكم وان شاء الله نعاونوكم توا يزيونا شباب مجديات والحديث وكل خلينا نتعديو للي تشالنج قبل هذايا نعديو فاصل قصير ما تبعدوش هنا راجعين اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى انتم تابعوا في البينك تاي على ام تي اش وي اف ام احلى غاديو انتم زاد تنجموا تلعبوا معنا توت سويت في لي تشالنج نتاعنا وتجاوبوا ان كومونتير على لايف فيسبوك نتاعنا على ام تي اش وي اف ام دونك خلينا نتعديو توت سويت لي تشالنج به يلا شباب دونك تشالنج نتاعنا اسمع بدلنا راه الجو على اخر مره جيتو توا صحيت عندنا ما عادش نلعبو دونك عندنا توا دي تشالنج اخرين به التشالنج الاول نتاعنا اسمه المزيد باش نعملو انشير توا لهنا لايف كل مره باش نعطيكم تيم وكل واحد فيكم على التيم هذاك باش يقول لي في 30 سكوند قداش ينجم يسمي من حاجه في التيم هذيك بار اكزامبل قولوا احنا التيم نتاعنا خضره
كل واحد فيكم باش يقول لي قداش ينجم يسمي من خضره في 30 ثانيه. نبدا معاك انت بار اكزامبل زريل، تعطيني نمبر قداش من 10. انت فريكسن لهنا عندك حل، تنجم تقول لي 11 تزيد عليه، والا تخليه هو يلعب تقول له ما تنجمش ويلعبوا ونشوفوا اسكو ينجم يسمي 10 خضره في 30 ثانيه ولا كان ينجم يربح هو البوان، ما ينجمش تاخذ انت البوان. دونك اوكا ويقول لي هو 11 نرجع لك ليك انت 12 13 14 لين تحسوا الاخر ما ينجمش ولا انت سي بون خذيت وقتي كان نلعب. اوكي متفاهمين سي بون؟ كل روند هاو كان عندكم الحق في جوكير به. دونك هاكا ابش نبداو من الاول. اسمع ديما اللعبه تتفهم وندخلوا فيها كي نعملوا ليكزامبل الاول به. دونك توا في 30 ثانيه انتم زوز تلعبوا فالو شباب هي البرش. دونك في 30 ثانيه كل واحد فيكم قداش تنجم تسمي لي من سلاح، من اسم سلاح في فالو، اسم متاع سلاح من الاسلحه اللي موجودين في فالو. يلا نبدا عندك انت فريكس. 10 هما قديش ما نعرفش هما قديش المشكله. 7 8 9 10 11 12 13 عندنا 14 سير به بابش نسكر معاه باش ناخذوا هما 15 بالنايف او كان حيناها النايف يقعدوا ال 14 سلاح. دونك نسميو اسلحه فالورنت الكل في 30 سكوند. حضر لي روحك زريل توب كرونو. كلاسيك شريف فاندال فانتوم اودين سي لا عودت نعرف عمرها وضع دي اسبيسي تسمو غوست شمزي اللحظة سبيكتر اللي فوق سبيكتر نسيتو قسما بار كاتيجوري اي اي وضع ضع 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 سبيكتر بي لحظة نمشي بالأودين قلنا وفما ليه ضعوا صي امبوسيبل ولا ضعوا بي اوكا سيبا افهمنا الجو صحيح البوان لو اللي يمشي لفريكسن مرشي الكارديان والكارديان والبولدوغ سبيكتر جورس فرنزي والباكي كذا اللي فوق البولدوغ شو اسمه اللي سبيكتر اللي جارديان مس سبيكتر كيما سبيكتر وهو مارشال تيلي اللي يعمل بيرست كيما سبيكتر شو اسمه فرنزي ليه ليه فما سبيكتر وفما اللي فوق سبيكتر اي صحيح شو اسمه سبيكتر هذيك اللي ضاع صاير مشاو الكل باه مش مشكل باش اسمه الحمل العربي اتن شوفوا يلا خلينا نتعداو للتيم اللي من بعد. دونك توا في 30 ثانيه قداش تنجم تسمي من ايكيب سي اس جو هزت ميجر والا وصلت فينال، معناها يا اما رانر اب ولا الوينر نتاع ميجرز نتاع سي اس من اللي بداو من 2013 لاخر عام عامنا. تنجم نفس الكيبا جوست الروستر تبدل ما نفس الكيبا. تسمي لي اس اي لا لا تسمي لي اسم واحده من لي زيكيب، معناها كان هي هزت مره بدو روستر مختلفين تتسمى واحده برك. دونك حاجتي هنا باللي دو فيناليست كل مره، معناها يا اما الشامبيون والا الرانر اب نتاعو. يلا نبدا عندك انت زاري اعطيني نمبر. 7 8 10 10 10 يلعب يلا زريل ركز لي روحك المره ذي نافي يلا توب كرونو نافي نيب فيري جيمز قبل ومن بعدها نافي الجامبت الاستراليس لحظه بركه شكون اخر وصل للفينال استراليس سيبان فنفسك سيبان نيب سيبان لحظة الفيري جيمز كي بدلوا سميها مسيت اسمهم لحظة مش بينيو كيوي ولد في بي يال اي الفي بي يال فيرتشوس برو اي سيئ سيئ امبوسيبل في بي لعبة كونتر شكون اسمع كل مرة فريكسن يطلع لك البارة يخليك واحد ما طلعش البارة هو فريكسن قال دونك مازالوا كلاود 9 اسكا ال دي ال سي سيرتامون هازت إنفي إل جي ليمينوزيتي جيمينج 2016 وال شو اسمه زيدا البرازيلية بعد كانت اسمه ليمينوزيتي وبدل إسكا أي لسكا بالضبط برشا ملعب تيم بلاش فريكسن وانت مراكش خويا التالي يلا اسمع تاو باش نبدلوا الجو جملة باش نرجعوا شوية للجو القديم وجو بنت ولد في 30 ثانية قداش تنجم تسمي من اسم طفلة يبدا بحرف النون يلا جينا قبيلة عندك زريل ناخذ نمبر 5 10 اخويا في البنات تكلم يلعب 10 بنات يبداو بحرف النون يلا تذكرونو نورس نوهي نهروند ناصيره نور نواصل يلا يلا نادي اللي شبه له نورس ليه اللي شبه النادي يرد ناديين ناديين نويل نويل
يلا ناديه ناديه نا 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 تسعة برشا خويا نورس قالت يلا دوزا وتوا في 30 ثانية ساعة تبعوا كورة شباب مش برشا شوي بيه نصور بيان سور تو بما انه جاو الكوب دو موند اكسترا في 30 ثانية قديش تنجم تسمي من جوار من المنتخب التونسي اللي باش يكونوا من اللي باش يكونوا حاضرين ولا من اللي باش يكونوا الليست نتاع نتاع المنتخب في الكوب دو موند جي ماكسيموم أربعة كل خمسة تربع أربعة يلا عندنا خمسة فريكسن خمسة اللي هو يلا خمسة جواريت معناها في القائمة المواسعة نتاع المنتخب اللي باش تشارك في المونديال توب كرونو وهبي الخزري حنا با المجبري غيلان غيلان شعليلي يوسف المسيك يوسف المسيكني بلبولي برافو هكا بوان مشترك هذايا يعطيكم الصحة شباب باهي يلا أبر أنا هديك أش ما عبيش كل خمسة قد ريكي قلت ومنت أبر مو ما نعرف به يلا نرجع تاو شوية جغرافيا وشوية بنت ولد وفي 30 ثانية قديش تنجم تسمي من بلاد يبدأ بحرف السي يلا عطيني نمرو فريك سي ولا صا سين صاد الاس اس صوت السين واحدة بلاد واحد يلا عندك إيه باي ذا واي شباب اكثر بلدان معناها اكثر حرف يبداو به اسامي بلدان في العالم هو السي مش يبدا في بالك فما 26 بلاد نعرف زوز واحدة حنقولها خمسة بلدان يبداو بحرف السين ساهلين برو السين لحظة يلا اعطيني توب كرونو السين سريلانكا سويسرا سعودية سربي قول الجواب صحيح برافو اكتساح خويا جبتها سعودية دونك يلا اخر توا تيم نكملوا به وتوا باش نشوفوا الجو نتاعكم في السينما شباب في 30 ثانية قداش تنجم تسمي من ممثل ربح اوسكار عيش من اللي بدا التاريخ الى يومنا هذا مثال شنبدا عندك اعطيني نمر فريكس صفر نص واحد يلا ما نعرفش بس من جملة نص انا قلت واحد يلا ما امبوسيبل حتى كعب حتى واحد ولا ما نعرف هو راه تسمي بالزهر جملة سينما لا انت سينما نتبع ما سينما كاهو نفرج كاهو ما نتبعش جملة ممثلين ما نعرفش اساميهم جملة باه مثال نلعب كونتر فريكس اي كريم يلا ترى اعطيني انت نوم يلا كيم ثلاث عنده هو ثلاث عنده هو يلا سامينا ثلاثة خذوا وسكر بسيف دبر تحس كنت وريولي هذا ما نعرفوش اسمه كريستيان بيل هاي متشرف قبيل من الارض امريكان سايكو ايه وعندك نايومي كامبل يعطيك صح برافو خويا الجوكير نتاعنا كيمو يعطيكم الصحة شباب كان هذا تشالنج الاول مازالوا عندنا دو تشالنج اخرين طيارة ساعة ثانية وكذا نسخنوا بيه ديما ومن بعد نتعديو من قبل ما نخليكم مع الميتيو والاخبار نحبوا نهني وثامر التويتي وزوجته شيماء بولادة بنتهم المزينة لين ان شاء الله تتربى في راسكم وربي يفضلها لكم ربي فضلهم دونك هكا احنا نكون وصلنا للتسعة وتسعة وخمسين دقيقة للعبيد اللي تسمع فينا على الغجون خليكم توت سويت مع الميتيو والأخبار زيد شوية في ساعتنا الثانية باش ندخلوا مع بعضنا العالم الهاردوير والايتي مع حاتم وباش يكون عن زيدة برشا جو في اللي تشالنج متاعنا ما تبعدوش هانا راجعين انتم تسمعوا تتفرجوا في البينك تايح مع خليل غربي على MTH و EFM احلى غجون